أولا السلام عليكم. في البداية كان نشكر اللاعبين اللي بكل صراحة قدموا واحد المقابلة في المستوى، كانوا واحد روح قتالية اللي كانوا متواجدين على رقعة الميدان باش يحققوا واحد النتيجة إيجابية. بكل صراحة كان علينا ضغط باش نحاولوا باش نرضيو الجمهور ديالنا، وفي نفس الوقت كنشكر الجمهور المحبوب اللي بكل صراحة اللي ساندنا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 95. الحمد لله يعني جاء هذا الانتصار على فريق كبير، فريق الوداد، اللي كنا حنا عازمين باش ننتصروا في هذا المقابلة.